رجل يرفع الراتب ديالو 43 نقطة على بعد 9 ديال النقاط من فريق الوداد، وبالتالي تقليص الفريق الوداد اللي عنده مباراة كذلك مهمة أمام فريق حسنة أكادير في الوقت. هناك فرصة تونغارا ممتازة ممتازة ديال اللاعب المالي أبو بكر تونغارا، تهديد قوي لفريق الجيش الملكي. تابعونا التمريرة ديال عبد الغني معاوي، خدع الكرة أبو بكر تونغارا اللي تمكن من التسديد، والكرة ما مشاتش بعيد على القائم الأيمن لمرمى الحارس عبد العالي محمدي، وكذلك تضيع محاولة محمد عزيز. الآن يوسف سعيدي يغادر، نتمنى ما تكونش هناك إصابة بالغة بالنسبة ليوسف السعيدي. هذه فرصة تسديدة ممتازة ديال عمر المساوي، كتمشي جانبا من مرمى الحارس محمد امين البرقعدي امامنا. عمر المساوي تسديده قويه كما نتابع، مشات جانبا من القائم الايمن مع سليمان الحاج. عنده واحد الشخصيه ولكن تمريره خاطئه. اصبح الان المرتد الهجومي امين كاس تجاه لاعب لاباكو جو طوغولي جو ديامين، غادي يحاول انه يمرر. هذه فرصه بكر الهلالي والكره تلامس العارضه، كانت فرصة لفائدة فريق النهضة البركاني اللي كان بإمكانه أن يسجل الهدف الأول بواسطة بكر الهلالي. بكر الهلالي يسدد تدخل أحد المدافعين كما نتابع، والكرة لاحظوا تغيير الاتجاه ديالها وبالتالي لمست العارضة وتحولت للزاوية. فرصة كانت خطيرة لفائدة فريق النهضة البركانية. صباح الان مرتد هجومي لفائدة فريق الجيش الملكي، تمريرة في اتجاه عبد الغني معاوي. عبد الغني معاوي شنو يعمل معاوي؟ فرصة عبد الغني معاوي كان بإمكانه أنه يوضع الكرة في الشباك. فرصة لفائدة الجيش الملكي، كان قريب من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. التمريرة كانت طويلة وتابعنا حتى السرعة، ولاحظوا الطريقة باش طلب الكرة لاعب عبد الغني معاوي كان أمامه بكر الهلالي، وكذلك سهيل الشويو سدد الكرة ما مشاتش بعيد، يمكن نقول بأنه بسنتيمترات على القائم الأيسر لمرمى الحارس. منتخب جنوب أفريقيا في الفاتح من شهر يوليوز، نتمنى كل التوفيق. هذه فرصة ضربة جزاء، الحكم يعلن عن ضربة جزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. إذا المهدي بن رحمة وجه لوجه الحارس عبد العالي المحمدي عميد فريق الجيش الملكي. هل يفك لغز هذه المباراة من خلال نقطة الجزاء ومن كرة ثابتة؟ مهدي بن رحمة الحكم كيطلب من اللاعبين انه يكونوا خارج مستطيل العمليات. مهدي بن رحمة كيساعد التنفيذ بن رحمة، والهدف الاول، الهدف الاول لفائدة فريق الجيش الملكي فهذه المباراة. الهدف اللي كيجي من نقطة الجزاء هو فرحة. نتيجة الفوز في الوقت للنهضة البركانية. على باكوجو فرصة فرصة لفائدة النهضة البركانية. سلمان ود الحاج، سلمان ود الحاج يسدد والكرة خارج أرضية الملعب. كانت فرصة من أجل تسجيل هدف التعادل في الوقت اللي عبد الواحد الشخصي الآن سقط فوق أرضية الملعب. تابعوا حمدي العشير رفع الكرة لاباكوجو، ولكن كانت تدخل ديال باكايوكو كتوصل الكرة وكتنزل أمام سلمان ود الحاج الذي يسدد والكرة. الوقت اللي تقريبا 6 ديال اللاعبين من فريق النهضة الأمريكية داخل المعترك المساوي. تعبت كرة دائرية، فرصة تدخل الحارس محمد أمين البرقادي الذي يتدخل ويبعد الكرة ويبعد الخطورة، لأنه تعبت بشكل جيد الكرة الهلالي بعد تسجيل الهدف. هناك تراجع ديال فريق الجيش الملكي في نصف الملعب و مساوي، ولكن ما تمكنش من استرجاع الكرة. عمر النمساوي، النمساوي يرفع الكرة، فرصة هو صاحب الحل، هو الهداف الطوغولي لاباكوجو يضع الكرة في الشباك. لاباكوجو يتمكن من وضع الكرة في الشباك، وبالتالي كيد التعادل الآن. هدف التعادل لفائدة فريق النهضة البركانية، هدف اللي جا بطريقه ممتازه. نتابعوا التمريره المليمتريه ولاباكوجو الذي يتمكن من توقيع الهدف 16 في الدوري الاحترافي كهداف للدوري الاحترافي. لاباكوجو لاعب الطوغولي بطريقه ولا اجمل ولا اروع صراحه، كيوضع الكره البركانيه
في محاولة البناء الهجومي، تمريرة في اتجاه اللاعب لاباكوتشو، لاباكوتشو طريقة ممتازة باش حصل الكرة يسدد وتدخل الحارس محمد أمين البرقادي بسرعة في اتجاه اللاعب طوبيو كوليباري. لاحظوا الضغط على حامل الكرة، أوه خطيرة، يعني تمريرة خطيرة